نظمت وزارة الأوقاف احتفالية بمناسبة العام الهجري الجديد بمسجد السيدة نفيسة وبحضور كبار المسؤولين والوزراء ورجال الدين وعلماء الأزهر. وأكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أن من الدروس المستفادة من الهجرة النبوية هي حسن التخطيط واعتماد الكفاءات وتوظيف جميع طاقات المجتمع بلا استثناء أو إقصاء. بهذه المناسبة الكريمة في أربع نقاط. الأولى من دروس الهجرة النبوية حسن التخطيط واعتماد الكفاءات وتوظيف جميع طاقات المجتمع من رجال وشباب ونساء من مسلمين وغير مسلمين بلا استثناء ولا إقصاء.